حبيبي يا ميدو، النهارده ماتش حلو يعني. ماتش لما لعبنا كرة كويسه، عندنا لعيبه كرة كويسه بالظبط، احنا عندنا امكانيات، عندنا الجيل ده يا ميدو جيل كويس، جيل كويس بجد. نقطه الضعف الوحيده كانت في الدفاع وظبطناها بالثلاثه الكبار، الشناوي وقدامه حجازي والوش. كان انت كنت بتنتقد كابتن شوقي ان هو خد حجازي والوش؟ لا بالعكس، ده انا حددت الثلاثه من زمان جدا وقلت لازم ياخد الشناوي وحجازي وصلاح. ولما كان صلاح مش متاح انا توقعت من اول الناس في مصر اللي قلت انه هياخد حد تاني جنب حجازي. كان متلخبط بقى انت، حد تاني قال لا مش متلخبط، انا راجل بطلع اكيد كلام منك، كابتن او كابتن سمير شغلتي يعني لازم ده مايند جيمز دي. بالظبط. لا بالعكس ده قرار كان موفق جدا جدا، لان احنا كان عندنا مشكله كبيره. مع كامل الاحترام للشباب الصغيرين اللي طالعين وعبد السلام لكن لا، كان في مشكله كبيره جدا. والحراس صبحي ادى بشكل كويس جدا، والنقطه دي برضو انا مختلف مع ناس كتيره جدا فيها. كان في انتقاد يقول لك ليه الحراس كويسين، طب ليه حرام؟ لا، الحارس يا ميدو اهم عنصر في فريق كره القدم، وكل بالذات لما يكون كمان ليدر زي الشناوي. بالظبط، يعني هو اللي قائد. طمنهم ماتش اسبانيا، صحيح كنا مقفلين وما وصلتش فرص كتيره، لكن شوف الشناوي كان مطمن الناس قدامه. كل البطولات، شوف مين احسن لاعب في اليورو؟ دوناروما حارس ايطاليا 2006 كاس عالم، بوفون، كاسياس في اسبانيا 2000. دايما حارس المرمى طبعاً هو الاساس، فكان طبعا قرار موفق جدا. الحته اللي قدام احنا ما عندناش فيها مشكله خالص، مش بس اللي قدام، حتى من وسط الملعب. اكرم توفيق طبعا في فورمه ما شاء الله، ربنا يحميه، رائعه جدا، لاعب ارتكاز مثالي. قدام عندنا اوبشنز كتيره، يعني رمضان لو رمضان مش في حالته، عندنا صلاح محسن، عندنا طاهر، احمد ياسر ريان، يمكن طريقه اللعب ما كانتش مساعداه قوي في اول ماتشين، النهارده لما اتخلقت فرص قدر يخطف واحده. فانا شايف ان احنا عندنا الامكانيات اللي تخلينا نلعب كره كويسه. انا يمكن انت لما قلت انتقدت كابتن شوقي، انا نص الجمله كنت هاخدها ان انا فعلا مختلف شويه مع كابتن شوقي في طريقه اللعب، وانا شايف ان احنا ما عندناش هويه واضحه، ودي مشكله، ان انا لازم يكون منتخب له هويه واضحه. النهارده طريقه اللعب، يعني احنا لعبنا كره كويسه بس انا مش فاهم، ما فهمتش طريقه اللعب. حتى هو كابتن شوقي قال احنا لعبنا 3 3 3 3 3 1 يعني حتى كابتن شوقي 3 1 3 3 1 كابتن شوقي نفسه لما قال الطريقه بعد الماتش كان متلخبط. قال 12 لعيب يعني، لا هو بس اتلخبط يعني. طبعا بس اقصد ان احنا، انا شايف ان احنا يعني لازم المنتخب يبقى له هويه، لازم يبقى لنا هويه واضحه. مش على فكره انا ما عنديش مشكله خالص ان احنا نلعب 3. في ناس كتير انتقدت كابتن شوقي عشان نلعب 3، لا انا شايف مش عيب. تشيلسي مع كونتي كان رهيب ب 3 4 3. لا على فكره هي دي طريقه كل مدرب، عنده في طريقه محببه لكابتن شوقي طول عمره، ثلاثه وحتى لمسك الانتاج كان بيلعب ثلاثه ولعب فيها اصلا. خلي بالك في بطوله افريقيا وكل حاجه، هي الثلاثه بتتلعب، بس هي الفكره تطبيقها ازاي؟ يبقى فاتح المحبس للظاهرين يتقدموا، ممكن تبقى قافل المحبس فبيبان الشكل كده. انت النهارده كنت فاتح الدنيا شويه، الناس انتقدت في اول ماتش وتاني ماتش، النهارده انت كنت محرر الظاهرين اكتر، فالثلاثه مش وحشه. ودي وانت لعبت البرازيل من تقريبا شهرين ثلاثه في استاد القاهره وكسبتها، وكل المباريات اللي هي بتاعت افريقيا وفي كاس الامم. هي الفكره ان الحته اللي قالها فاروق مهمه جدا، الشناوي. الشناوي وحته حجازي والونش اثبتت ان كابتن شوقي من قبل ما يركب الطياره من هنا هو عارف انا هلعب ازاي مباراه اسبانيا ومباراه الارجنتين، وهو ده اللي خلاه ياخد الثلاثه دول. لا هو كده الشناوي وكان حجازي او الونش واحد فيهم، لكن البلان اللي لعب بيه ماتش اسبانيا والبلان اللي لعب بيه ماتش الارجنتين اوضح انا ليه خدت حجازي والونش. خلي بالك دي نقطه مهمه جدا في ناس بتتكلم فيها. كان ممكن يقول لك انا لو الخطه بتاعتي ما كانتش كده يا ميدو كان ممكن يستغنى عن واحد فيهم. لا ما عندناش. بص انا انت عارف عشان انا من اول يوم اعلن فيه الثلاث اسماء انا قلت الكلام ده صح. الشناوي وحجازي والوينج ده صح، عاملين بطوله. الحاجه الوحيده اللي كان عن انا كان ما عندي اتمنى وينجر يعني. لا انا كنت بقول ان كان لازم لعيب نص ملعب تاني بديل لاكرم توفيق، مش من الكبار يعني بس في القايمه عموما، يعني مكان عبد الرحمن مجدي. انا رايي كان لازم ان يبقى فيه لعيب دايره كبيره جدا جدا، وكان جدا ممكن يدي لك رفاهيه ان اللعيب ده يسقط في وسط الملعب وتستخدم اكرم احمد عبد القادر احمد عبد القادر بتاع سموحه يعني، كان هدي لك اوبشنز تكتيكيه، كان هيحل لك مشاكل. خلي بالك عبد القادر بتاع سموحه ده العوار، ينفع نقول عوار، العوار الوحيد اللي موجود في القائمه في رايي، ان كان لازم يبقى في لعيب صغير تحت السن
لعيب دايره تاني. لعيب من... انت دايره ست... مين مين مين, مين نمره 6 في السن الصغير كويس ولا مفيش؟ عشان ما نظلمش كابتن شوقي برضه. هو ممكن برضه عشان زي ما انت قلت يا ميدو ما نظلمش كابتن شوقي، ممكن يكون هو عنده في باله ان احمد رمضان بيكهام بيقدر يلعبها، هو عامل ده، فممكن يكون عمل حسابه لدي ان هو عنده في كريم فؤاد وعامل كده في بيكهام. هو عنده اوريدي البديل يعني. اعتقد ان هو فكر كده يعني. ممكن بس انت لما تيجي تبص للولاد الصغار اللي تحت سن 23 او تحت سن 24 مفيش حد نمره 6. مفيش 6 جامد. ودي دي مشكله يعني، ان انت المفروض مصر دايما ببروديوس او بتقدم بس اقول لك حاجه